ما معنى اسم خالد؟ مع إن نسمع هذا الاسم خالد حتى يقفز إلى أذهاننا سيف الله المسلول خالد بن الوليد. لست أدري هل الشخصية من تحدد معالم الاسم أم العكس هو الصحيح. خالد هو اسم علم مذكر ومعنى اللفظ يعني ما يلي: الخلود وطول العمر. والخلود أي بمعنى البقاء، ويعني أيضا أن يكون المرء خالد الذكر. وقد سمت العرب كما نعلم خالدا، ومصغره هنا خويلد، وسموا أيضا كذلك مخلدا خليدا وخلادا، ويقال كذلك أخلد إلى الأرض أي ألصق بها. وإذا ما راجعنا التراث والأدب والتاريخ العربي على مر العصور، فسنجد أن هذا الاسم خالد نادرا ما تسمت به العرب في العصور السابقة. وللدقة فإن نسبة التسمية في السابق لهذا الاسم تقل كثيرا عن نسبة تسمية هذا الاسم في الوقت الحالي. فأصبح من المستحيل بإمكان أن تجد عائلة لا يتكرر فيها الاسم لدى بعض أسرها، ويستحيل أن تجد إنسانا يحمل هذا الاسم ولا يزهو ويفتخر في أعماقه أنه يحمل ذات الاسم الذي حمله القائد المغوار سيف الله المسلول خالد بن الوليد، قائد المعارك والفتوحات الإسلامية العظيمة والتي لا زالت خططه الحربية تدرس حتى الآن في جامعات العالم قاطبة.